وقد أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم صلاة الجنازة على جثمان الفقيد سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان رحمه الله في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي. كما أدى الصلاة شيوخ عائلة آل نهيان الكرام، ودعا المصلون المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعفوه ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويكرم نزله جزاء ما قدمه خلال حياة حافلة بالعطاء والعمل كرسها لخدمة شعبه ووطنه، سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب. وشيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.